بالحقيقة والكرامة على دعوتها الكريمة لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في فعاليات هذا اليوم الوطني حول أي عدالة انتقالية نريد. وبالتأكيد نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل شأننا في ذلك شأن كل القوى الحية من مناضلين ومناضلات ومن جمعيات ومن أحزاب من مختلف التيارات الفكرية والسياسية. كنا قد عانينا الأمرين من منظومة الاستبداد والفساد، وحجم القمع وحجم التعديات وحجم المظالم التي سلطت على أبناء شعبنا من مختلف المدارس الفكرية والسياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية كان إذانا بضرورة أن ينبرج فجر جديد في ربوع هذا الوطن العزيز. وكنا نعني بهذا الفجر هو يوم الانعتاق من منظومة موغلة في الفساد، موغلة في الاستبداد، موغلة في الحيف، موغلة في التعدي على الحريات العامة والفردية، موغلة أيضا في العدوان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمجمل أبناء شعبنا. وكان رهاننا أن نسوغ بأنفسنا ولأنفسنا بعيد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي منوال جديد يؤسس لدولة جديدة، دولة جامعة، دولة قادرة، دولة عادلة تضم كل أبناء وبنات شعبنا. وهذا الرهان لا زال ممكنا رغم الصعوبات التي تواجه مرحلة الانتقال من دولة الاستبداد إلى دولة العدل والمواطنة. هذه الصعوبات مردها ما هو ذاتي يهم النخب السياسية والجمعيات والمنظمات والأحزاب، وجانب آخر يجب أن لا يغيب عنا وهو الوضع الإقليمي والدولي الذي لا يساعد على صياغة مستقبلنا بأنفسنا وصياغة أحلامنا وتطلعاتنا وفق ما نريد. ولكن رغم هذه الصعوبات فأننا على يقين بأن الثورة واستحقاق الثورة تبقى رهانا مجتمعيا ينخرط فيه، أو هكذا يجب أن يكون، ينخرط فيه كل الخيرين والصادقين من أبناء هذا الشعب العظيم. ونعتقد أن مسألة المحاسبة والمصالحة والعدالة الانتقالية هي العنوان الأبرز لمدى فشلنا أو نجاحنا في التأسيس لدولة جديدة، دولة قادرة ودولة عادلة، وهو ما يعبر عنه بالجمهورية الثانية، جمهورية المواطنين والمواطنات، حيث يتساوى الجميع أمام القانون وفي القانون فيما هو سياسي وفيما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما إلى ذلك. وهذه المبادرة نعتقد وأن هيئة الحقيقة والكرامة وهي من هيئات الدستورية التي انبثقت على دستور تونس الجديد، وبصرف النظر عن الحيثية أو ما يقال أو ما يشاع أو ما يؤخذ على هذه الهيئة من بعض السلبيات، فإننا أمام هيئة قانونية ودستورية يجب أن يعمل الجميع على دعمها وعلى مراقبتها وعلى نقدها وعلى توجيهها، لأن المسألة تحتاج منا جميعا إلى تضافر كل الجهود حتى ينتصر مفهوم العدالة الانتقالية، لأن هذا الشعب وأمامي خيرة من مناضلي تونس الذين قدموا التضحيات من أجل الاستقلال وقدموا أيضا التضحيات من أجل أن يعيش التونسيين والتونسيات فوق أرضهم بعزة وكرامة، وعانوا السجون والاضطهاد.
هم في أمس الحاجة أيضا لرد الاعتبار لهم، ورد الاعتبار لهم يمر حتما وجوبا بمصارحة شعبنا على ما تعرضوه من مظالم، وعلى محاسبة الجلادين على جرائمهم التي اقترفت في حق عدد كبير من أبناء شعبنا. أنا لا أريد أن أطيل في مستهل هذه الكلمة، ولكن ما أريد أن أقوله وأشدد عليه بأن تونس في أمس الحاجة إلى تغيير عقليتنا وآليات تفكيرنا في علاقة بالمشكلات والملفات الرئيسية التي فتحت ويجب أن تفتح، ولكن علينا أن نعرف كيف تغلق هذه الملفات، لأن العبرة ليس في فتح الملفات، وإنما العبرة في كيفية فتح هذه الملفات وتناول محاور هذه الملفات ومضامين هذه الملفات واستحقاقات هذه الملفات، حتى نعطي رسالة إيجابية إلى كل أبناء شعبنا، حتى نؤسس إلى مجتمع جديد، مجتمع يشعر فيه الإنسان في تونس بحقه ككائن اجتماعي نوعي قادر على صياغة حياته بحرية وباقتدار وبكل ما يملك من مضامين نحو المستقبل، لأننا نريد من خلال فتح هذه الملفات ليس فتحاً مبيناً للماضي، وإنما تطلعاً للمستقبل الذي نريد أن نكون جميعاً شركاء في صياغته. وشكراً.